عودة من العالمين، أهلا بكل حضراتكم من جديد. إحنا مكملين معاكم وسط تنظيم على أعلى مستوى للمهرجان اللي قدمته لنا الشركة المتحدة، واللي الحقيقة بذلت من خلاله مجهود كبير جدا عشان المهرجان يخرج بشكل عالمي بالمعنى الحرفي للكلمة، يليق بمصر وبمكانة مصر في الشرق الأوسط والعالم. الشركة المتحدة حريصة كل الحرص على إن هي تقدم فعاليات متنوعة وكتير جدا، سواء زي ما بنقول لكم دايما فنية، رياضية، ثقافية، ترفيهية، وكمان تتناسب مع كل الأعمار. النهارده منورانا في طبعا بدايه اسبوع جديد من مهرجان العالمين، فرصه بالنسبه لنا عظيمه جدا ان احنا نعرف بقى يعني من صناع الحدث كل التفاصيل وكمان خريطه الفعاليات. منوراني ومشرفاني الزميله العزيزه الاعلاميه منى عبد الوهاب، المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم مهرجان العالمين. مساء الخير عليك يا منى. مساء النور يا اخبارك كريم، ايه؟ كله اهلا تمام؟ بيك، نورت ايه اللوك العالمين. الصيفي الجميل ده؟ شفت بقى الوان كالعاده الصيف. كالعاده متالقه. اخبارك ايه؟ كله من تمام؟ ذوقك الحمد لله. اولا بنهنيكي طبعا، يعني من اول لحظه نقدر نستنتج ان دي نسخه ناجحه جدا من مهرجان العالم عالمين، بس الحمد لله. النسخه اللي فاتت كانت ولا اروع، فبطبيعه الحال النسخه الجديده اكيد بتشكل تحدي. اكيد دخلتوا التحدي ده بقى ازاي؟ والله دخلناه مراهنين على حاجات كتيره قوي. دخلناه مراهنين اول حاجه على فريق العمل واداره الشركه المتحده، الحقيقه بذل مجهود في اختيار الاشخاص والشركات وفي اداره العمل كله بشكل يعني باذن الله يعني لا يمكن ان يسفر الا عن نجاح. فأول حاجة طبعا كنا مراهنين جدا على الأشخاص وعلى الشركات وعلى المشغلين وعلى كل الناس اللي تعاونوا معانا على خروج المهرجان بأفضل شكل ممكن، بأفضل صورة ممكنة، بأفضل مستوى نقدر عليه. جميل، إيه بقى الجديد وإيه اللي هيستجد في النسخة دي من العالم العالمين؟ بص، هو الجديد الحقيقة بيستجد كل يوم في مهرجان ما شاء العالمين الله. يعني الحاجات دي بتتنظر يا بني. لا لا، هنضطر نقول شوية حاجات كده ما تتنظرش، يعني خلاص اتعملت فمش هتتنظر، ونفضل نفاجئكم طول الوقت بإذن الله مفاجآت حلوة ومفاجآت صار من مهرجان العالمين. طبعا احنا عندنا الجديد على مستوى الفعاليات الغنائيه، مثلا الاسبوع الجاي ان شاء الله عندنا تامر حسني يوم الجمعه باذن الله، هتكون حفله نتمنى تكون مميزه ونتمنى ان هي تعجبكم. عندنا طبعا يوم السبت على المسرح الروماني صاحبه السعاده مع الاستاذه اسعاد يونس، مع كل التحيه والحب ليها. طبعا كل التحيه والحب والتقدير مع الموسيقار نادر عباسي، فنقدر كده نتخيل يعني الحلقه هتكون قد ايه ممتعه. عندنا طبعا مسرحيات هتبدا، عندنا اكتر من سياق للتعاون، يعني مثلا عندنا تعاون فني في مسرحيات مع الهيئه العامه للترفيه وموسم الرياض، عندنا مسرحيه السندباد لكريم عبد العزيز تبدا باذن الله 7 و8 و9 اغسطس. عندنا التلفزيون ايمي سمير غانم وحسن الرداد، جميل، هتبدا برضو 15 و16 و17 اغسطس. لكن الحقيقه النهارده احنا عندنا بقى مفاجآت من نوع تاني. خير. يعني هو التعاون مع هيئه الترفيه وموسم الرياض اكيد يعني مصر تاريخ فني عظيم، صحيح، والمملكه العربيه السعوديه كمان نهضه فنيه ضخمه الحقيقه، طبعا. فالمفروض يعني ان يكون التعاون ده مثمر جدا باذن الله. ولكن كمان في نطاق التعاون مع الوزارات بدأنا بالتعاون مع وزارة الثقافة على فعاليات ونشاطات مختلفة، ولكن اللي بنعلن عنه النهاردة انه غدا ان شاء الله 21 يوليو الأحد عندنا كمان تعاون مع وزارة الصحة والسكان. ده تعاون في منتهى الإفادة ومهم جدا وإضافة تحسب الحقيقة ليكم. هو الحقيقة هو ده يعني هو حرص من إدارة المهرجان، وكان كمان حرص وتعاون من دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والإسكان والسكان، إنه يبقى فيه تعاون من وزارة الصحة بيقدم الخدمات الطبية لرواد المهرجان، للعمال اللي موجودين بالفعل في المدينة وفي المهرجان. احنا عندنا فعاليات وأنشطة، يعني عندنا أنشطة رياضية قد يصاب كتير. أحد ده كتير كتير، شفت ازاي الحاجات بجد بتتنظر. عشان تبقي تصدقيني بعد كده. صدقت دلوقتي. لا بس هو بيني وبينك، ما اي حد لازم ينسى، انا شايف ان يعني في ده النهارده، يعني شوف احنا بقالنا ايام بس منذ انطلاق المهرجان كميه الفعاليات، بقول لكل الزملاء وانت اكيد لا لمسه ده بنفسك، ولسه الكل بيلهس ورا الانشطه. حقيقي 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 والله، انا بقول يعني كتيبه على الارض مش صحيح. مجرد فريق عمل واجتهاد مش طبيعي ومجهود مش
مش طبيعي، ويعني هنشوف الفترة اللي جاية. يعني بكرة إن شاء الله الأحد 21 يوليو ينطلق المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبد الغفار، وبعد كده هنشوف بإذن الله سلسلة من يعني سلسلة متعددة من التعاونات مع الوزارات ومع مؤسسات الدولة، علشان هو الحقيقة إنه الشكل ده هو اللي المفروض يكون سائد الفترة دي، هو شكل التعاون قطاع خاص وقطاع عام، هو شكل التعاون بين كل المؤسسات، علشان الكل يبقى قادر ان هو يقدم شيء او انجاز متكامل. يعني هو التكاتف من اجل التكامل. جميل. حدث ضخم بضخامة العالم عالمين اكيد كواليسه ثرية جدا وغنية جدا بالتفاصيل وبالجهد طبعا اكيد بطبيعة الحال. كلمينا ولو باختصار عن كواليس الاعداد للنسخة الثانية من العالم عالمين. والله هي كانت الكواليس مليانة بالجري مليانة بسرعة 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 بس والله ما شاء الله عليكم، ده انتم في زمن يكاد يكون قياسي، عملتوا شغل ممتاز حقيقي حقيقي. يعني هو الكلام عن مجهود الآخرين مسؤولية كبيرة قوي، وذكر كل اللي تعب واللي اشتغل واللي مجهوده باين وواضح وعامل فرق، الواحد يعني يخاف ينسى أشخاص. حقيقي الكواليس كانت كلها أكتف قوي، كواليس أكيد. كلها إيقاعها سريع أكيد. كلها كلها فيها يلا بسرعه يلا اتحرك خلص اعمل وسد ودي جيب كده. يعني انت اللي بتقولي كده ولا انت اللي بيتقال لك كده؟ كلنا بيتقال لنا كده وكلنا بنقول لبعض كده. يعني كلنا يعني احنا البيس في الكواليس سريع قوي. يعني الحقيقه انه الجميع حياته متوقفه تماما على نشاطات وفعاليات المهرجان ومستجداته يوم بيوم. يعني ما حدش فينا حياته الطبيعية ماشية، يعني كل الناس حياتها متوقفة علشان نقدر نقدم لكم النسخة دي بالشكل ده بالفعاليات دي بالنشاطات دي، علشان نقدر نجمع لكم كل الخدمات اللي هيعلن عنها الفترة اللي جاية، عشان المهرجان يبقى كده. ما حدش فينا يعني بيعمل حاجة غير المهرجان حقيقي. طيب ارجع برضو اسالك على فكره، يعني تعالي نتخيل جدلا كده ان في حد من الناس اللي بيتابعوا اللقاء ده مش عارفين قوي عن العالم عالمين، فاحنا هنا بنتكلم عن مهرجان ضخم غير هادف للربح، صح الكلام؟ حقيقي هو هادف للتنميه وللتنميه المجتمعيه، ولان هو يعمل امباكت ايجابي على المجتمع وعلى المواطن على زوار المهرجان وعلى المدينه نفسها كمدينه. هو كل تفصيله في المهرجان الحقيقه يعني بتهدف للتنميه المستدامه وبتهدف للامباكت البوزيتيف على المجتمع. الامباكت ده ابتدى من النسخه اللي فاتت، من النسخه الاولى، وانت اكيد لمسه ده بنفسك. ايه انعكاسات مهرجان العالم عالمين على التفصيلتين دول بالتحديد، العمران في المكان ككل، وانا كلمه المكان اقصد بيها الساحل الشمالي كله، وعلى صعيد السياحه كمان؟ بص احنا على صعيد السياحه خليني اتكلم عن دي لان انا شخصيا سعيده بيها قوي. ما شاء الله شايفين اخواتنا العرب من كل الدول العربيه، وفي اجانب كتير كمان، واجانب كتير جدا جدا. صحيح. جدا. يعني ما شاء الله مدينه العالمين الجديده مزدحمه بالاجانب وبالاشقاء العرب، ودي حاجه ايجابيه جدا، وحاجه انا شخصيا لما بشوفها ببقى سعيده وبفخر انه المرجو بيتحقق، انه بيحصل حقيقي على الارض قدام عينينا. لما بتحضري اي فعاليه او اي نشاط او اي عرض فني بتبقي قاعدة مستمتعة بالعرض ولا عينك مش على العرض، عينك على وشوش الحاضرين ورياكشناتهم ومدى استمتاعهم بالعرض؟ على وشوش الحاضرين وعلى رياكشناتهم. بتلاقي ايه بقى لما بتبصي على وشوشهم؟ بتشوفي اول ما بشوف تفاعل جماهيري بيقول ان الناس مبسوطة بحس بسعادة، واعتقد الفريق كله بيحس بنفس السعادة. أكيد. يعني في قازم لما بقى الجمهور يقف له ويصرخ ويسقف، وفي اخر كل اغنية الجمهور بيقوم يقف، لا كلنا طبعا بنحس بسعادة وبنحس ان احنا مبسوطين، لان هو ده يعني هو ده المكافأة اللي الكل بياخدها على مجهوده. يعني انت لما بتشوف ردة الفعل عاملة كده بتحس انه مجهودك في مكانه، فبتحس ان انت rewarded، بتحس ان انت اتكافئت. مثلا في مجدة الرومي امبارح
بالمناسبة لما بتشوف كمان المطرب على الستيج فرحان بالجمهور طبعا وبيغني طبعا مدة أطول طبعا من مدة زي ما احنا الحفلة، شايفين دلوقتي اهو معاكي، والتفاعل الرائع مع منير، او بين منير حقيقي وبين مريديه، مش مجرد محبيه، ده ليه حقيقي مريدين بالملايين. حقيقي حقيقي، وده اتكرر مع كاظم الساهر واتكرر امبارح مع ماجدة الرومي. طبعا يعني كاظم غنى وقت طويل زيادة وكان سعيد قوي ومتفاعل جدا مع الجمهور. يمكن طبعا النهاردة كمان شفنا طلع كده فيديو بينه وبين طفلة خلال الحفلة، لا ما طفلة تقول عندها عندك 9 8 سنين بس وحافظة تسع أغانيه. سنين صحيح حافظة كل أغانيه، وهي طول الحفلة، يعني لما تتفرجوا على الحفلة إن شاء الله هتشوفوا البنوتة طول الحفلة مش بس بتغني وحافظة القصائد كلمة كلمة، هي بتؤدي ما شاء الله يعني. عليه، ربنا يحميها ويحفظها. ما شاء الله. هو كاظم، كاظم الساهر يعتبر ظاهرة كونية طبعا في علاقة ال السيدات بصفة خاصة، هو واحد من أجمل الناس وأحسن الناس اللي طبعا غنى للمرأة وغنى عن المرأة. طبعا عشان لكن طبعا عشان هو يبتدي من سن 8 سنين يعني جديدة هو دي يا بيغني مولانا. طبعا لنزار قباني وده طبعا شاعر المرأة، ولكن هو كمان يعني واخد الاتجاه ده، وهو تقريبا الوحيد اللي بيعمله، ولو في حد غيره فهو أنجح حد. وطبعا احنا عندنا المرأة تحتاج دائما للكلمة الحلوة، طبعا نستغل طبعا طبعا والطبطبة المرأة، الطبطبة، أكيد الكلمة الحلوة، الحنية يا جماعة مش هوصيكوا. فهو ما حدش الحقيقة بيقدم ده للمرأة حاليا إلا الفنان كاظم الساهر، صحيح. يعني كان لازم تشوف سعادة النساء في الحفلة دي ده وتعاسة السعادة كانت الرجال. باينة من طريق الساحل بره قبل ما يدخلوا منطقة العالمين أصلا أو منطقة الحفلة. يعني يعني طبعا معظم السيارات، ودي حاجة خدت يعني ناس كتير قوي خدوا بالهم منها، إن الكم الأكبر من الحاضرين كانوا حاضرات، هم من السيدات طبعا ده حقيقي، كالعادة، يعني ده كعادة حقيقي، ده حفلات حقيقي. كاظم وبعدين الساهر. برضو خدنا بالنا ان الرجالة حتى من فريق العمل كانوا واقفين في الحفلة دي قلقانين يعني. والله ده حقيقي مش بكذب. بالمناسبه يا منى، طبعا يعني انا اسف المقاطعه بس تجدر الاشاره ان حفله محمد منير هتتنقل النهارده ان شاء الله من خلال شاشه قناه اون. اخيرا على ذكر النجوم اللي كانوا موجودين واللي لسه هيكونوا موجودين في الحفلات اللي جايه، بناء على ايه بيتم اختيارهم؟ اكيد بناء على طلب الجمهور ليهم وحب الجمهور ليهم. بنحاول ننوع في اختيار الأذواق، ولكن كل نجم معانا من أول طبعا صوت النيل وحبيب الملايين الملك محمد منير لحد آخر حفلة ويجز، هتشوف إنه كلهم ليهم جمهور كبير، وكلهم الناس بتحبهم، وكلهم متميزين بفنهم وباللي بيقدموه. وإدارة المهرجان كانت حريصة في الاختيار دايما على إرضاء كل الأذواق. هي يعني كل الشكر ليكوا على المجهودات الضخمه اللي انتوا عاملينها، واكيد ان شاء الله احنا متوقعين المزيد والمزيد من النجاحات الفتره الجايه. نورت الدنيا يا منى، شكرا يا بشكرك على كريم، وجودك. ربنا يخليك، شكرا جزيلا. طيب هستاذن حضراتكم نطلع فاصل سريع، وبمجرد العوده من هذا الفاصل هنسعد بمتابعه زميلتي العزيزه انجي يحيى اللي كانت ليها لقاء مع الاستاذ مازن المتجول مدير الاضاءه بمهرجان العالمين الجديده النسخه الثانيه العالم عالمين. وبكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا النهارده، بشكر الكل جزيل الشكر على حسن المتابعه، وان شاء الله نشوفكم على خير، يوم جديد وتغطيه جديده من العالمين، نشوفكم على خير.